حياكم الله، أنا ميس الحربي وهذه الحدث في مكانك. نبدأ الحلقة بأزمة في البحر الأحمر الذي يربط القارات الثلاث آسيا وأفريقيا وأوروبا، بعدها ننتقل إلى ليبيا وأمن المواطن المعيشي المرتبط برفع الدعم عن المحروقات، ومن ثم جارتها تونس وانعكاسات العلاقة السلبية مع صندوق النقد الدولي على المواطن. وهذه الصورة تتحدث. لن ترفع الدعم، الحكومة شئنا ما بينك وشئت ما بينك أنت أول حكومة تضع هذا الملف فوق طاولة وتناقش بشكل جاد وبشكل طبيعي وبشكل شجاع. اليوم نحن نبني بناء جديدا، بناء على تطلعات الشعب، لنعطي الشعب الإمكانيات، لنعطي صاحب السيادة الإمكانيات التي تتيح له التعبير عن إرادته.